اول حاجه نقدم راسي رئيس نادي هيركوليس طنجة لكره القدم الشاطئيه. بالنسبه للبطوله كثاني موسم ديالها بعد الموسم اللي فات اللي تلعب 14 فريق سبعه في الشوط الشمال وشوط الجنوب، كنظن ان هناك تقدم وتطور بالنسبه لكره القدم الشاطئيه. هذا العام دار 24 فريق كاين في القسمه الاول، كاين 12 شوط الشمال 12 شوط الجنوب، والنظام اللي تعمل دابا نظام محطات حتى هو مزيان. كنظن تستافد منه كره القدم الشاطئيه بصفه عامه في المغرب ويستافد منه المنتخب الوطني. كتقييم اولي كلشي ماشي الحمد لله، كلشي ماشي وادك، كره القدم الشاطئيه في تطور. بالنسبه للنتائج ديال المنتخب الوطني كنظن انها نتائج جيده، حصول على الرتبه الثالثه بالنسبه في العاب ابراهيم المستشتر، خصوصا الفوز ديالو على المنتخب المصري اللي اول مره المغرب كيربح مصر في النسبه الشاطئيه، والنتيجه كانت نتيجه عريضه اللي 5-2 راه شي حاجه مزيانه بزاف. وكنظن الان مع البطوله مع المدرب ديال المنتخب الوطني يكون عنده واحد متسع انه يشوف عدد كبير من اللاعبين سواء شط الشمال او شط الجنوب، اذا عنده الاختيارات ديالو تكون كبيره. ما قبل كنظن ان الاختيارات كانت ضيقه، ولكن دابا كنظن تكون عنده وقت باش يختار اللعابه بزاف. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سات تي في. هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوجة المغربية للألعاب والرياضة. MDGS نربح الرياضة.